يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مدرسة تقول: هل يجوز لمدرسة تحفيظ قرآن أن تضع لوحة أمام الطالبات وتقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعة نضع لها نقطة، وقصدها من ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ، فهل هذا أمر مشروع؟ إيش؟ تقول: هل يجوز لمدرسة تحفيظ القرآن أن تضع لوحة أمام الطالبات ثم تقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعة نضع لها نقطة، وقصدها في ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ، فهل هذا الفعل مشروع؟ تقول: المدرس يعمل بالنظام نظام التعليم، ولا يخالفه ويبتكر أشياء من عنده، لأن هذا تكثر فيه الاقتراحات وتكثر فيه التوجهات، فهو يلتزم بالنظام ما لم يخالف الشرع. نعم.